طبق سلطة، طبق سلطة تمام. مهم جدا جدا. طبق سلطة ده بيخفض السكر، بينظف الشرايين، وبيخفض الوزن. طبق سلطة مكون من المكون الأساسي 60% منه أو 70% بصل، والبصل الأحمر بتاعنا ده الحامي ده بيتبشر، يبقى مبشور، يبقى مبشور. يعني نجيب بصلة حمراء ونبشرها، دي تبقى المكون في طبقين سلطة، واحد الظهر، واحد بعد في الفطار، واحد في السحور. وبنحط على معاه كرات ده ساحر، بينظف الشرايين، بيخسس الوزن، بيخفض السكر. وبنحط فيها بقى شوية طماطم وبقدونس وشبت والحاجات الجميلة دي، نكمل بقى طبق السلطة. لكن الكرات والبصل مركبين أساسيين. بعدين بنحط تركيبة منظفة للشرايين. ايه التركيبة المنظفة للشرايين؟ بنحط شوية زنجبيل، معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة فلفل اسود صغير، وشوية معلقة كركم، وشوية كمون، ماشي، ونعصر عليها ليمونة، ومعلقة خل، ومعلقة زيت زيتون. طبق السلطة ده لو خد واحد في الفطور واحد في السحور، خلال 20 يوم اللي جايين دول هينخفض وزنه وينخفض السكر. نسيت اقول لك، في يحط 5 فصوص ثوم مبشور برضه معاه، لان الثوم بيحتوي على ماده الكبريت، وماده الكبريت دي بتنشط البنكرياس وبتفتح مستقبلات الانسولين، وبالتالي هتنضف له شرايينه كمان. طبق السلطه ده اساسي عنده، اتفقنا؟ الشوربه نفسها يعمل شوربه كرفس مع بصل، مع شويه فاصوليا بسله. طبق الشوربه ده فيه شويه جزر كمان، ويحط فيهم برضو شويه زنجبيل او قرفه، ويحط معاه شويه فلفل اسود، وشويه شطه صغيره قوي، كميه صغيره جدا، لان الشطه بتفتح الشرايين وبتمنع انسدادها وبتزود سيوله الدم. شوف انت لما بتاخد حاجه فيها شطه تلاقي وشك احمر في نفس اللحظه، ودي حاجه من الحاجات الواقيه من فعلا واقيه من انسداد الشرايين. طبق الشوربه ده وطبق السلطه ده مهمين جدا لمريض السكر ومريض الضغط واللي عاوز ينظف شرايينه.